دكتور. شوف أول شيء أشكر أبو فهد، الحقيقة أنا بالنسبة لي أعتبر هذا كنز واكتشاف جديد، أنا تعرفت عليه من أشهر معدودة، والحقيقة أنه مكسب كبير. هو يصنف دائما أنه خبير التراث الاجتماعي غير المادي في الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض، صاحب هذا الكتاب. الغريبة هو ليش ألف الكتاب ذا؟ يقول أحمد وأنا صغير طفل عمري 5 سنين ذبحت أبوي الله يرحمه في الأسئلة، إيش القصر كيف؟ يقول بالنسبة لنا كان عجوبة، ولما نمر أنا وأصحابي نوقف يجرون يجر وأنا أتأمل القصر الأحمر. يقول لما كبرت زاد الشغف عندي وتولد وكبر، فقلت أنا أكتب كتاب. طبعا الحقيقة استعان في مجموعة من الباحثين، من الوثائق، من بلغريف اللي هو المؤرخ الإنجليزي اللي جاء هنا، من دارة الملك عبد العزيز، ومن الأهم أيضا سمو الأميرة فهدة اللي كتبت مقدمة الكتاب، فهدة بنت الملك سعود اللي عاشت طفولتها هي وأخوانها في القصر ذا. القصر الكتاب هذا والقصر الأحمر ليس محل سكن، هذا تاريخ 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 بلد. أبعطيك أنا ليش تاريخ، كيف تبنى القصر، قصة عجيبة وتدل على نبل الملك عبد العزيز وعلى شجاعة الملك سعود. الملك عبد العزيز لما انتقل من خارج السور حق الرياض إلى المربع بنى بيت للملك سعود، وكانت مع الملك سعود زوجاته وأمه الله يرحمها وضحى العريار، وهم يشتغلون الخدم في المستودعات، حصل التماس واحترق البيت، فالملك سعود قال لأولاده وزوجاته أطلعوا، وهو طلع السطح كان نايم بالسطح وشال أمه على كتفه وهرب فيها وطلعها خارج القصر. الملك عبد العزيز لما عرف القصة هذه وكانت وضحى زوجته أعجب فيه، فنادى محمد بن لادن المعلم يسمونه وقال له تعال، قال له أبيك تبني الولد سعود أجمل قصر جزاء الفعل اللي سواه، هذا الفعل الجبار اللي سواه انه هو نسي اولاده ونسي زوجاته وراح مباشره الى السطح وشال امه وطلع فيها. نجي يا طويل العمر للكتاب هذا، ليش اقول لك اهميته؟ اول شيء نبدا نقطه نقطه، الكتاب كتبت مقدمه الاميره فهده بن سعود واعطت ايضا معلومات كبيره للمؤلف. يعتبر هذا القصر اول بناء مسلح في الرياض استخدم فيها الاسمنت والحديد، أيضا اختلف في اسمه، بعض المؤرخين يسميها القصر الحمراء وبعضهم يسميها القصر الأحمر. طبعا كما تشاهد أنه مستوحى من النظام، من نظام بريطانيا اللي كان في الهند، استوحوا القصر منه، والقصر موجود إن شاء الله أنا وأنت يوم نزوره. الآن طبعا صندوق الاستثمارات هيعمل فيه فندق كلاسيكي جميل، بوتيك تشرب فيه الشاي تعزم فيه أصدقائك، زي الفنادق الموجودة في العالم اللي هي تحمل تاريخ. طبعا من الأشياء الجميلة هذا القصر سكن فيه عد عندك جمال عبد الناصر، أنور السادات، شكري القوتلي، كميل شمعون، الإمام سيف الإسلام البدر، شاه إيران، الملك حسين، أبوه الملك طلال، كلهم سكنوا في القصر، كان جزء منه ضيافة. ترى القصر للآن مهيب، تشوفه مهيب، وكان بالنسبة للناس يعني في تلك الأيام كان شيء يعني لا يتكرر. طبعا في كتاب اسمه قصر المربع غير هذا، الأستاذ عبد الرحمن الرويشد الله يرحمه زي ما قلت لك اللي بناه المعلم محمد بن لادن مع مهندسين مصريين، أيضا سكن فيه الملك سعود لين انتقل إلى قصره في الناصرية، وبعدين وهبوا للدولة وصار مجلس الوزراء. مجلس الوزراء نذكر يوم أنا كنت ثالثة جامعة آخر جلسة 1408 عقد في آخر جلسة المجلس الوزراء. نجي يا طويل العمر للمكانة التاريخية، مجلس الوزراء سواه الملك عبد العزيز لكنه توفي رحمه الله بعد شهر شهرين، أول مجلس وزراء انعقد في هذا القصر سنة 1373، كان في أول وزراء ما كان فيه إلا وزارة المالية في عصر الملك سعود، جاءت طال عمرك وزارة المالية، المعارف، الدفاع، الخارجية، الداخلية، الصحة، الزراعة، التجارة، المواصلات. أيضا طريقة تنظيم مجلس الوزراء أسست في هذا القصر، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، شعبة الخبر اللي إلى الآن قائمة، ديوان المظالم إلى الآن، نظام التقاعد، أشياء كثيرة. أيضا من أهم القرارات اللي اتخذت هنا أنه في السعودية ما كان في عملة معينة، الريال اخترع هنا، أنه توحيد العملة النقدية بصفة الريال، كان أول جنيه فرنسي وعثماني ومشوش ومدري، فوحدها الملك سعود في هذا القصر، صدرت عملة الريال يسمونه تنظيم الوحدة النقدية. أيضا من أهم القرارات
اتخاذ موقف التضامن مع مصر في العدوان الثلاثي وقطع البترول على فرنسا وبريطانيا، أيضا من المواقف إنشاء جامعة الملك سعود في هذا القصر تم إنشائها. من أغرب الأشياء طبعا قرارات مليانة اللي صدرت، من أغرب القرارات يقول لك مرسوم ملكي بإلغاء امتياز استخراج الجبس في ينبع البحر الممنوح للمعلم محمد بن ولادم، وكذلك إلغاء الامتياز الممنوح لمحمد معوض ومحمد النقادي. يعني مراسيم بسيطة في هذا الكتاب. الكتاب زي ما قلت لك يحكي تاريخ وطن، لأنه في كثير من القرارات اللي احنا الآن عايشين فيها صدر في هذا القصر. أتمنى إن شاء الله أنه هذا الصرح العظيم هيتحول إلى بوتيك، ولما تيجي تلقى الكتاب وتقرأ تاريخ، لأنه احنا دولة لنا تاريخ، بس الآن نحتاج إلى أنه ننظم التاريخ. ذا القصر ترى له الحين 20 سنة أو 30 سنة مهجور، الحمد لله هذه من رؤية 2030 لما أقول لك العلامة الوطنية، أنه تحويل هذه الأشياء الموجودة الكنوز. نعم. ترتيبه بوتيك صندوق الاستثمارات العامة، أفضل ذراع استثماري يدير الأمور باحترافية، لأن البناء هذا له تقريبا أكثر من 65 سنة عشان تجيب مقاولين يرممون وبقاء كما هو صعب. أضف إلى أنه لما بني حطوا في مصعد، من ذاك الوقت وفي مصاعد عندنا. جميل. طيب أبرز الملاحظات دكتور؟ أبرز الملاحظات طبعا ملاحظتين لا تخطئها العين، الغلطات المطبعية كثيرة. أيضا التحديث، الكتاب 1437، يعني كثير من الأمراء كثير من الوزراء ماتوا والله يرحمهم، فودي أنه خلاص يقال أنه حتى وفاته، يعني الوزراء اللي ماتوا من 6-7 سنين يعني إلى الآن ما تم ذا، وهذا ما يتعب، ترى كل الكتاب تقريبا